تختلف دول او الاثنين مع بعض بسميهم بالانسد فولتج سبلاي. الانبالانسد فولتج سبلاي الحل بتاعه بتحمله السيميتريكال كومبوننت الى بوزيتيف سيكونس ونيجاتيف سيكونس وزيرو سيكونس. الزيرو لو طلبوا منك بتجيبه، لو ما طلبوش ملوش اهميه لان ما بيولدش طول. واحنا اللي بنحتاجه ان نعرف الفولت قد ايه في حاله الانبالانسد سبلاي، فما بحسبش الزيرو سيكونس لو ما طلبش، لو طلب هتجيبه. بتحل المساله بعد كده كانها مسالتين، مساله بسميها فورورد دايركشن ومساله بسميها الباكورد دايركشن. الفورورد دايركشن ده الفولت بتاعه بيكون اكبر سواء البوزيتيف او النيجاتيف، يعني مالهاش علاقه بالبوزيتيف والنيجاتيف مباشره، انت تبص للمساله بتاعتك. وشفنا مثالين، مساله كان فيها في بوزيتيف اكبر من في نيجاتيف، ومساله ثانيه كان فيها في نيجاتيف اكبر من في بوزيتيف. فدي يعني حسب السبلاي حسب الكومبوننتس، مالهاش قاعده حسبها وشوفها. هنعرف النهارده تعريف واحد. التعريف ده بيعرف حاجه اسمها الفولتج امبالانس. يبقى الديفينيشن بتاعت الفولتج امبالانس في ثلاث تعريفات مختلفه للفولتج امبالانس. الاولاني ده حسب النيما اللي هي ناشونال الكتريكال مانيفاكتشر اسوسيشن موتور جنريتور، فبيسموها نيما ام جي 1. لو فاكرين النيما دي كنا اتكلمنا عنها واحنا بنتكلم على الاسوشيشن ده، يعني اتكلمنا عنها واحنا بنتكلم على الكلاسز بتاع سكويل كيج اندكشن اي وبي وسي دي. فاكرين؟ طيب النيما دي بقى عرفتني الفولتج امبالانس كالاتي. قالت ان الفولتج امبالانس يساوي الماكسيموم فولتج ديفيشن فروم ذا اوفر فروم ذا افريج لاين فولتج ماجنتيود على الافريج لاين فولتج ماجنتيود. يعني بتجيب الافريج بتاع اللاين فولتج. خلي بالك هنا بيتكلم عن لاين فولتج، يعني في اي بي وفي بي سي وفي سي اي، بتاخد الماجنتيود بتاعهم بس وتجمعه وتقسمه على الثلاثه، ده بسميه الافريج بتاع اللاين فولتج. تشوف كل واحد من الثلاثه يبعد قد ايه عن الافريج، يعني بجيب في اي بي ناقص الافريج وفي بي سي لان لاين بي سي ناقص الافريج وفي سي اي ناقص الافريج كماجنتيود. اكبر واحد اخده اقسمه على الافريج واضرب فيا لو عايز برسنت، يبقى البرسنتج فولتج امبالانس اكوردنج تو نيما ديفينيشن. نيما هي عرفته كده، هنشوف تعريفات تانية. فقال ان تجيب الماكسيمم فولتج ديفيشن الانحراف او البعد عن الافرج فروم ذا افرج لاين فولتج، يبقى تجيب الافرج لاين فولتج الاول، يبقى الاول خالص تحسب اللاين، يعني لو هو بيديك الفيز هتجيب منه اللاين. اللاين هنا ما بيساويش جاز 3 الفيز، لان كان بيساوي جاز 3 الفيز ويسبقه ب 30 درجه في حاله البالانس. امال هجيب اللاين هنا ازاي؟ اطلع في اي ناقص في بي يديني في اي بي، في بي ناقص في سي يديني في سي في بي سي، في سي ناقص في اي الفيز، يعني في اي وفي بي وفي سي دول الفيز، اطلع اثنين من بعض يديني اللاين بينهم. واضح؟ يبقى انت في المساله ادي السبلاي، ادي المكنه وادي السبلاي. هو مديك في اي، ده اي بي سي، انت عايز تجيب اللاين في اي بي، يبقى هتاخد في اي ناقص بي، ده في لوحده ده اسمه في اي وده لوحده اسمه في بي اللي على الفيز، ده في سي. دول اللي بيدوهم لك في المساله، سواء ادوهم لك مقدار وزاويه او ادوهم لك ساينسويد، هتحولهم مقدار وزاويه. وبعدين تطرح في اي ناقص في بي دي في اي، في بي ناقص في سي دي في بي سي، في سي ناقص في اي دي في سي اي. تشوف كل واحد يبعد عن الافريج قد ايه، يبقى هتجمعهم الاول الثلاثه وتقسمهم على ثلاثه يديك الافريج، تاخد الفرق كماجنتيود فقط من غير زوايا. الاي بي ناقص الافريج، البي سي ناقص الافريج،
السي اي ناقص الافرج هيطلع لك ثلاث ارقام تاخد الكبير فيه مش مهم هو بتاع مين المهم الكبير يبقى الماكسيمم بتاعه تقسمه على الافرج يديك البالانس البرسنتج فولتج امبالانس اكوردنج تو نيما موتور جنريتور اوكي ده اول تعريف هنشوفه بعد كده حالا في مثال التعريف الثاني ده اكوردنج للاي تريبل اي الاي تريبل اي اللي هي الانستتيوشن اوف الكتريكال اند الكترونيك انجينيرنج دي عامله تعريف تعريف ثاني هو ايه زي التعليمه بالظبط بس بدل ما بياخد الافرج اللاين فولتج بياخد الفيز فولتج يبقى النيما زيها الاي تريبل اي زي النيما بس هناك بيستخدم اللاين فولتج هنا بيستخدم الفيز فولتج فبيجيب الماكسيمم بتاع الماكسيمم ديفيشن بتاع الفيز فولتج من الافرج فيز يبقى الافرج هنا بيحسب بالفيز هناك لو تروح اسم القانون كان كاتب الافرج في اي بي زائد في بي سي زائد في سي اي على 3 هنا كاتب في اي زائد في بي زائد في سي على 3 الفيز فاليو تجيب الافرج بتاع الفيز وبعدين تشوف كل واحد يبعد قد ايه عن الفيز كل فولت الديفيشن بتاعه الانحراف بتاعه عن الفيز قد ايه تاخد الماكسيموم تقسمه على الافرج يديك الانبالانس اكوردنج تو اي تريبل اي ده التعريف الثاني التعريف الثالث ده اكوردنج تو حاجه بنسميها انترناشونال الكترو الكترو تكنيكال كوميشن اي اي سي انترناشونال ار الكترو تكنيكال اي كوميشن سي دي برضه هيئة تهتم بالإلكتريكال إنجينيرينج فعرفت تعريف لنفسها قالت لك إن أنا هعرف الأنبالانس من السيمتريكال كومبوننت يعني أجيب في نيجاتيف على في بوزيتيف وأضربها في 100 يديني الأنبالانس أكوردنج تو أي بي سي بالنسبة. التلات قيم مالهمش علاقة ببعض. ما يسووش بعض يعني مش هتحسبها بالطريقة دي تطلع زي دي زي دي. لا دي تعريفات. كل جهة معرفة بالطريقة اللي تعجبها. لما تيجي تقارن لازم تقارن حاجتين من نفس الديفينيشن. يعني هقول والله الانبالانس ده 20% والانبالانس ده 70% according to the أو according to I to the أو according to IEC. لكن ما تقارنش واحد بالتاني ما لهمش علاقه ببعض خالص دي مجرد تعريفات لكل جهه بتعرف حسب ما هي شايفاه كويس دي تعريفات للانبالانس فولتج سبلاي هنعمل مثالين على الجزء ده الجزء بتاع الاي سي فين غير الجزء الجزء ده نعم الستاندرد ده اخر تعريف ايوه فين غير الجزء ده مش فقط هو اكبر من 100 لو بياخد السؤال فوق لا بياخد النيجاتيف على البوست حتى لو النيجاتيف اكبر حتى لو النيجاتيف اكبر مش مهم يطلع زي ما انت بمجرد تعريف ماشي طيب هنشوف مثال اللي هو المثال ده بيقول لي ده 4 فولت ستارت كونكتد 330 فولت 50 هرتز 3 فيز اندكشن ماشين او اندكشن موتور fit from unbalanced supply where VA 22 جزئتين sin omega t VB 22 جزئتين sin omega t ناقص 120 يساوي 110 VC 110 جزئتين sin omega t زائد 90 احنا كنا عملنا ده الارقام دي بالذات عملناها قبل كده في مثال فهنا بيعيدها مش مشكله ممكن اي ارقام ثانيه calculate using symmetrical component The positive and negative and zero sequence. يبقى هنا عايز ال positive وال negative وال zero sequence. وبعدين وضح بقى اجابتك للرسم ازاي ان الثلاثة دول بيدوا السبلاي والانبالانس. يعني هنبين ازاي ان لو جمعت الثلاثة دول اللي هم الثلاثة سيمتريكال اللي انت حكيتهم ال positive وال negative وال zero طلع الانبالانس.
كده المطلوب بقى اللي يهمنا كالكوليتر انبالانس برسنتج يوزنج ذا بريفيوس ديفينيشن بالثلاث طرق عرف لي الانبالانس. فالمساله احنا عملنا ارقامها قبل كده نعملها تاني. اولا هنجيب في اي وفي بي وفي سي. في اي بتساوي 220 زاويه صفر، حولتها هنا من انستنتينيوس فاليو الى فيز ماجنتيود واحد. في بي 110 بقسم على جهاز 2 طبعا هو كتب لي جهاز 2 عشان يريحني زاويه ناقص 110. وفي سي بتساوي 110 زاويه 90. فالثلاثه اللي عندك في اي 220 زاويه 0، في بي 110 اصغر منه شويه نصه من ناحيه الطول والزاويه ناقص 120. وفي سي عمودي زاويته 90 وطوله قد بي بي النص، يبقى ده بي سي قد في بي. الاثنين دول قد بعض نص تقريبا بالمنظر كده نص بي. ده الانبال الصدر المطلوب الاول جيب لي البوستفز والنيجتيف زيرو سيكونس، يبقى في بوستف هتساوي تلت، وما تنساش التلت اللي في بيقيسوها في اي زائد A B B زائد S كوير B C. نسيبها حتة عشان نعوضها. B نيجاتيف هتساوي تل V A زائد S كوير V B زائد A B C. نسيبها بقى الجزء V C هتساوي تل V A زائد B B زائد B C. خلي بالك بس نقطة، دي مش الافرج. واحد يقول لي طب ما هي ليه نفس تعريف الافرج بي اي زائد في بي زائد بي سي على ثلاثه؟ لا، هناك بتاخد الماجنتيود بس، لكن هنا بتاخدها ماجنتيود واحد. هنا دي زيرو دي بتطلع لي ماجنتيود واحد، لكن لما اجي اعمل في الديفينيشن الماجنتيود فقط، يعني كل دول فيكتورز يعني كده كل دول ماجنتيود واحد اهي ماجنتيود واحد عشان بس نفرق بكده احنا ما كناش يهمنا اللي فايه اللي هتعمله؟ عوض. يبقى ايه؟ هتقول تلت 220 زاويه صفر زائد A بكام؟ 1 زاويه 120 واس سكوير يبقى تحطها 1 زاويه ناقص 120 يبقى تحطها 1 زاويه 240 هي ايه؟ لما هتعوض هتقدر ده في ده ال 120 دي هتضيع من ناقص 120 تطلع ل 110 زاويه صفر صدفه يعني زائد اي سكوير 240 بزاويه 90 يبقى هيطلع زاويه 330 والباقي هو 110 زاويه 300. بالكالكوليتر هتحسب لنا الرقم ده هيطلع زي ما هنشوفها مع بعض كده نفس اللي احنا قلناه هتطلع 143 زاويه وناقص 7.36 دقيقة. النيجاتيف زيها بالظبط بس 220 زاويه صفر. هنا هتحط 240 يبقى 1 زاويه 240 في 110 زاويه ناقص 120 زائد هنا ايه؟ 1 زاويه 120 في 1 في 110 زاويه 90. هتحسبها بالكالكوليتور هيطلع لك الرقم ده اللي هو الثاني هنا 36 على 66 وزاويته 0. برضه بالصدفه زاويته 0 بالصدفه. بعد كده هجيب الزيرو سيكونس اللي هو تحت هنا يبقى بيساوي تل في اي 220 زاويه صفر زائد في بي 110 زاويه ناقص 120 زائد بي سي اللي هو 110 زاويه 90. برضه ده هيطلع لي مقدار الزاويه اللي هو في السلايد اللي بعدها دي هيطلع لي 55.55 زاويه
5 و 1 هات حسابها طلع لي. يبقى كده احنا عندنا الجزء الاول فين خلاص 3. بيقول لي ازاي المقاس موضح لي بالقاس ان المجموع دول يساوي ده. ادي الاصلي اللي هو احنا بنرسمينه هترسم الثلاثه التانيين اللي انت مطلعه البص الجزئيه اللي هترسمه دول بتوع الايه؟ بتوع فيز ايه؟ في البوست في سيكونس بتعمل بي متاخر عنه 120 درجه وسي كمان 120 درجه. في النيجاتيف سيكونس بتعمل سي هو اللي 120 درجه والبي ناقص 240. السير سيكونس الثلاثه زي بعض. فبترسم ايه؟ ادي الايه بتاع الاولاني اللي هو الطول اللي طلع لي اللي هو هنا 143 وزاويه ناقص 7 يبقى ده الصفر سكتش يعني مجرد سكتش يبقى دي الزاويه ناقص 7. ناقص 120 من بي للبي زائد 120 من بي للسي مفيش فيها مشكله. واتجاه الدوران كده. هنا النيجاتيف سيكونس قلنا حاجه من البي يا تسيبهم اي بي سي زي ما هم بنفس الترتيب وتعكس اتجاه الدوران يا تسيب اتجاه الدوران زي ما هو وتخلي هنا اي وبعدين سي وبعدين بي. ايه يعني يا بتعكس الاوميجا يا بتعكس الاشاره الاثنين دول. الاي زودته صفر اللي هو 0 سيكونس النيجاتيف سيكونس 36 0 سيكونس. البي متاخر 120 والسي سالب 120 وعكس اتجاه الدوران بقى نيجاتيف سيكونس. او عايز تمثله هنا السي وهنا البي بتخلي اتجاه الدوران كده زي كده صح؟ في كتب بتعمل كده. الزيرو سيكونس ثلاثة أرباع أهو وزاويتهم خمسة درجة طبعا منطبقين على بعض بس أنا سيبهم عشان يبانوا جنب بعض. ده الجزء ده. نيجي بقى للجديد اللي احنا خدناه أول حاجة according to نيما. نيما ما ينفعش استخدم الفولت دول. امال اعمل ايه؟ اجيب البوستيف اللاين دول فيز اجيب اللاين يبقى هنيجي دول اهي زي ما هما وهحسب اللاين. اللاين بمنتهى البساطه عايز تجيب في اي بي بتقول في اي ناقص بي يعني بالرسم عشان نوضحها بس كانك بتعكس البي كده وتجمعه على اي فده يطلع في اي بي. انت مش هتعملها طبعا بالرسم هتعملها بالحساب فهتقول في اي بي هو في اي ماينس بي لان هو هنا عايز اللاين محدش يحط جاز ثلاثه. جاز ثلاثه دي بس في البالانس لكن ده التعريف الاصلي. في ايه ناقص في في ايه يبقى 220 زاويه صفر ناقص 110 زاويه ناقص 110. هتحسب في اي بي اهو ده بالبس ده بالحساب لما هتحسبه بالكالكوليتر هيطلع لك 290 91 زاويه الزاويه ما تهمنيش في حاجه 19.11 لكن ده بالمس بقى هتجيب في في سي وتجيب في سي ماشي يبقى في في سي في بي ناقص في سي بالترتيب كده في بي ناقص في سي هيطلع لك 212.5 زاويه ناقص 105. هتجيب الثالث في سي اي يبقى في سي ناقص في اي محدش يجيب في اي سي اي بي بي سي سي اي دول الثلاثه بتاعتك يبقى 254.9. اعمل ايه؟ اكوردنج تو نيما التعريف بتاعي جيب الافرج فهتاخد الماجنتيود فقط من غير زوايا 191 زائد 212 زائد 245 على 3 يبقى ده يطلع لي الافرج بتاع اللاين. يبقى اول حاجه اكوردنج تو نيما هتاخد المجموع الثلاثه ماجنتيود فقط على 3 يطلع لي الافرج 249.85. تبتدي تاخد كل واحد الفرق بينه وبين الافرج قد ايه؟ يعني انت جبت الافرج 249 في فوقه وفي تحته ما يهمنيش الاشاره يهمني الانحراف قد ايه؟ يبعد قد ايه؟ يبعد بوست يبعد نيجاتيف ما تفرقش معايا انا باخد ماجنتيود فقط عشان كده هتلاقي هنا حاطط ماجنتيود
يبقى ال 291 هتقول ناقص 249. 249 قول 250 و 291 يعني عندك فرق 41 مش كده؟ 51 41 هنا الفرق 41 وشويه شويه بسيطه. التاني 212 ب 249 كماجنتيود 249 شيل من 212 يبقى حاجه 30 37. التالت 245 و 49 فرق 4 يبقى ده فرق 4 ده فرق 37 ده فرق 41 وشويه يبقى مين اكبرهم؟ 41. يبقى اذا الديفينيشن بتاعي البرسنتج فولتج امبالانس بيساوي 41 18 على الافرج اللي هو 249 وكسر في مين يطلع لي 16. ده اكوردنج تو نيد تعريف بتاع نيد. طيب تاني واحد اكوردنج تو اي تريبل اي. اي تريبل اي مش محتاج تحسب اللاين. انت هنا جبت اللاين بس في الاي تريبل اي مش محتاجين. هناخد الافرج بتاع الفيس على طول بقول 220 زائد 110 زائد 110 يبقى دي 440 مظبوط؟ ماجنتيود فقط على 3 يبقى 440 على 3 تطلع الافرج بتاعها 146 كسر. ده الافرج بتاع الفيس. شوف برضه كل واحده تبعد عن الافرج قد ايه؟ دي 220 ناقص الافرج اللي هو 146 بالتقريب كده يبقى هو 150 بقى 25 70 حاجه و70. هنا 110 من 146 36. هنا 110 من 46 زي بالظبط 36. يبقى ده 36 36 ده حاجه و70 يبقى حاجه و70 بقى. تقوم تطلع الاثنين دول من بعض بالكالكوليتور يطلع 73 بوينت 33 على الافرج اللي هو 46 بوينت 67 يطلع لك في 100 يطلع لك ال بيرسنتج امبالانس اكوردنج تو اي تريبل اي. يبقى اي تريبل اي عامله التعريف حسب تعريفها يبقى 50% الامبالانس بتاعها. الاجابات مش زي بعض لان دي مش كل الاصدار بتحسب نفس الحاجه. دي مجرد تعريف ديفينيشن عشان كده العنوان هتلاقيه ديفينيشنز اوفر. مجرد ناس بتعرف حاجه فبتعرفها بالطريقه دي حسب استخدامك ليها. لو انت ماشي تبع الستاندرد بتاع الاكتر من اي يبقى هتقول انا عندي 50%. واحد تاني بيشتغل اكوردنج تو ميما هيقول انا عندي 16%. الامبالانس جالي امبالانس تاني في حته تانيه حسبته احسبه بنفس الديفينيشن يعني ميما يبقى كله ميما. ماشي. التعريف الثالث السهل بقى لان احنا قضيه حسبنا البوزيتيف والنيجاتيف. فالتعريف الثالث اللي هو اي بي سي بيقول الامبالانس بيساوي في نيجاتيف على في بوزيتيف. يطلع في نيجاتيف 36 وشويه على في بوزيتيف 100 حاجه و40 ماجنتيود فقط. كل التعريف دي ماجنتيود. في 100 يطلع 25%. ماشي. المساله الاخيره عدلها بس لان عندك في الباور بوينت مكتوبه غلط مكتوبه اكوردنج في اكزامبل 1 7 هي 1 9. اكزامبل 1 9 في المجموعه 7 نعم 7 مكتوبه 1 7. انا الدور صلحت من 1 9 لان هما يعني انا زودت امثله ونسيت ما خدش بالي ان دي جوه المسيره عدلت الارقام بتاعت الاكزامبل ما عدلتش الجوه فعدلها لو سمحت خليها 1 9 نصلحها. فهو على نفس المثال اللي فات نفس المثال اللي فات بيكمل بيقول لي for the machine given example 1 9 the rotor impedance at standstill is كذا. الروتور امبيدنس اللي هي ار 2 داش زائد جي اكس 2 داش. واحد يقول لي طب ما دي ار 2 داش على اس ما هو ات standstill يبقى اس بواحد مظبوط. يبقى لما اس تبقى بواحد يبقى دي ار 2 داش في اكس 2 داش على طول. بدل ما يدهم لي ار 2 داش في اكس 2 داش اداني الامبيدنس بتاعت الموتور ات ستاند ستيل. لان لو ما قالش ات ستاند ستيل كانت لازم تبقى كنت حسب قيمه اس لان الموتور الامبيدنس بتاعته بتقسم دايره ار 2 داش على اس زائد اكس جي اكس 2 داش. فهو اداها لي على طول ار 2 داش زائد جي اكس 2 داش. At
ستاند ستيل قيم نقطه جمله جديده فور سليب 5% لما السليب 5% احسب التوب في حاله البالانس والانبالانس كيس الانبالانس اللي هو كان في مثال 9 البالانس اللي هو حسب الداتا بتاعت الموتور الاصليه اللي هي كان الفولت بتاعي 380 فولت لو رجعنا لمثال 9 اللي احنا لسه حلينه 4 فولت 380 فولت فده اللاين 380 فولت ده اللي هو الفول لود ريتد فاليو 50 هرتز المفروض كان يشتغل عليه فبيقول لي لو اشتغل عند الريتد فاليو ريتد فولتج 380 فولت عند سليب 5% بالانس سبلاي احسب لي التوب مساله هتحسبها وبعد كده لو السبلاي بقى القيمه دي اللي هو مدالي في الاكزامبل 9 احسب التورك في الحاله الجديده وجيب البرسنتج تشينج او البرسنتج ديكريس هنشوف هو خلص ايه بالظبط. كالكوليت ذا تورك فور بالانس اند بالانس كيس بس طالب التورك لو التورك ده نجلكت الستيتور امبيدنس نجلكت الستيتور امبيدنس يبقى ار 1 واكس 1 اهمل وبالتالي الدايره بتاعتي بقت كده. خلي بالنا بقى هنا من حته لو سمحتم لان هتلاقيه حسب المسائل يحسب. بص المساله بتاعتنا كده الاول تعالى نحل البالانس ما فيهاش مشكله. ادي الدايره بتاعتي هو اهمل جي اكس ام ده ما اهملوش ما قاليش اهمل جي اكس ام حطه انفينيتي اعتبره اوبن ما جاب سر وهو ملوش اهميه مش عارف لان دي اهمال بتاعها خالص. يبقى الفولت ده هو نفس الفولت اللي هيبقى على الروتور ادي الروتور ار 2 داش على اس وجي اكس 2 داش هو مديني دي قيمتها معروفه اللي هي كام؟ 1.22 اس 5% ودي جي 3.2 والسبلاي في 380 على جاز 3. ليه على جاز 3؟ لان ده ستار سواء قال او ما قالش يبقى ستار. لو دلتا لازم نقول دلتا لكن ما قالش يبقى ستار. الفولت بيقول لي 380 فهاخد 380 على جاز 3 اللي عايزه احسب التورك. طب ما انا اجيب التورك ازاي؟ ادخل الفولت على الامبيدنس صح؟ فالامبيدنس دي هو مسميها زد 2 داش ماشي مش مشكله شكلها تبع بس فزد 2 داش عندي هي 1.22 على 5% زائد جي 3.32 ادي زد 2 داش اقسم الفولت على زد 2 داش يطلع لك مين؟ التيار اللي ماشي هنا اللي هو اسمه اي 2 داش التورك بيساوي بي جاب على اوميجا اس بي جاب 3 اي 2 داش في ار 2 داش على اس على اوميجا اس فهي المساله كلها سطرين ثلاث اسطر الجزء الاولاني زد 2 داش اهي حسبناها 24 4 10 3 جي كذا ما تضل الزاويه اهي عشان لما تيجي تقسم المساله الفوق على الزد يديني التيار لو انت عايز الماجنتيود فقط مش هتكتب الزاويه دي وهتكتب ده تربيع زي ده تربيع في الجزء يطلع لك ماجنتيود الاي تستخدمه هنا مباشره اللي هو 8 على 9 الزاويه هنا في حاجه دي بتحسب الضوء بي جاب على اوميجا اس
بي جاب 3 ار 2 داش ار 2 داش على اس على اوميجا اس. اوميجا اس تباي ال اس على 60. الموتور ده 1500 ار بي ام لو عايز يعني ما حسبناهاش لكن هي مشهوره قوي. الموتور بتاعها 4 فولت 50 هرتز. ف 4 فولت 50 هرتز يدي على طول 1500 يبقى 2 باي في ام على 60. محدش يحط 2 باي اف. 2 باي اف غلط. 2 باي اف ده عشان تحسب الاوميجا بتاعت التيار السرعه، لكن دي السرعه بتاعت البوابه فلازم تحسبها بام اس لان بتخش فيها عدد الاسقاط. الثانيه ما فيهاش عدد. طيب حسبت الطول طلع 37 نيوتن متر. ده الجزء الاول وخلصناه. ماشي؟ ندخل بقى على الجزء الثاني. الجزء الثاني انا حسبت اوريدي البوستيف والنيجاتيف عشان نرجع نحسبهم ثاني. البوستيف طلع 143 وزاويه ناقص 7 والنيجاتيف طلع 36 وزاويه 0. يبقى الفورورد هو البوستيف. يبقى هتاخد ال 143 دي تسميها الفورورد وتحل دايره الفورورد. نفس الدايره دي بنفس الشكل بنفس كل حاجه. بس هتغير ده بدل 380 على جهاز الثلاثه هتحط اللي هو في بوست. في بوست. فالدايره هتفضل زي ما هي، نفس اللي انت حليته، نفس الارقام، نفس الزد اف، نفس كله. لان الاس هي هي 5 مللي. وهتحط ده 143 مش عارف زي ناقص 7.6. صحيح. بل الزاويه ما تهمنيش لان انا عايز احسب ماجنتيود فقط. لكن عايز لو هتعملها بنفس الخطوات واحد يقول لي بقى كمل نفس الخطوات اقعد اعيد تاني ليه؟ فاعمل بنفس السيستم اللي احنا عملناه. يبقى هعمل ايه؟ اول خطوه هتجيب زد هي نفس الزد ال 24 اللي هي الفي على الاي. الفي على الزد يديني ار. معلش هنا احنا حسبنا الاثنين ماشيين الاثنين توازي مع بعض الفورورد والباك. خلينا نحددها الاول في الفورورد. انسى ده دلوقتي. الفورورد طلع اكبر من الباكورد. البوست طلع اكبر من النيجاتيف. البوست استخدمناه الفورورد والنيجاتيف استخدمناه الباكورد. حسبت تيار الفورورد اهو في على زد زي ما عملتها المره اللي فاتت بالظبط. زد 2 داش بس حافظ الفورورد اللي هي نفسها. فهيطلع لي التيار 5.8. التورك هسميه تروك فورورد بالمره دي 3 اي 2 داش فورورد فاضل 2 داش على اس. اهي سيب الباك يبقى برضه احنا نجعله. يبقى التورك بتاع الفورورد بيجا فورورد 3 اي 2 داش فورورد فاضل 2 داش على اس. لو تبص دي بقى اللي هو هيكسب بقى 2 داش فورورد اللي هي 24.4 هي 2 داش على اس. بس بدل ما اجي اقسمها تاني يعني ده اهي 1.22 على 5 مللي. دي طلعت كام؟ 24 شوية صح؟ فانت هنا يا اما تكتب 24 شوية اللي هي سماها ار 2 داش فورورد او تكتبها ار 2 داش على الاسم الاول تاني معوض هي هي. بس عشان اللي بيقرا ما يتلخبطش يقول لي انا استخدمتها اهي. مش معنى في القانون انك كتبتها ايه؟ ما تكتبش. عايز تكتبها ار 2 داش فورورد تكتبها. عايز تكتبها ار 2 داش على اس هي هي. بعد كده تعالى احسب الباك بنفس الخطوات. الاول التورك لسه ما جبناش يعني التورك هيبقى بيجا فوق الباص بيجا الباك بورد على المجهز. فخلينا لما نحسب الباك الباك بورد جبت الزد. خلي بالك هنا بقى الفرق الوحيد ان اس دي بتتحط 2 ناقص اس. الباك بورد اس باك بورد 2 ناقص اس. فطلعت لي 0.626 زائد جي 3.32 مقدار الزاويه قسمتهم طلعت الطريقه. لما اجي احسب الباور بتاعت الجاب حط الباكورد يبقى 3 اي 2 داش. لو عايز تستخدم ار 2 داش على اس تحط ار 2 داش على اس باكورد اللي هي 2 ناقص اس. خد بالك؟ او لو عايز تجيبها من هنا على طول اللي هي اس دي 0.626 دي هي ار 2 داش على اس. هي ار 2 داش على اس باك اهي. فانت حسبها بدل ما ترجع تعيدها مره ثانيه خد ار من هنا. يبقى ار بتاعت الزد استخدمها على طول. واحد يقول لي طب ما احنا ما خدناش اكس ام ليه؟ سبب ايه؟ اولا هو مش مديها لك في المساله. سبب ايه موجوده زي اللي
دي ما بتستهلكش بره. ما فيهاش ار. لو كان عندك ار معاها هنا ما ينفعش ان احنا نعملها، ده لازم ندخلها. لكن هنا ما فيهاش ار. فتاخدها ما تاخدهاش وانت بتحسب الباور ما تفرقش معاك حاجه. تفرق معاك ايه بقى؟ لو قال لك جيب لي الطيار هنا. لا بتفرق، لان انا اللي بجيبه الطيار جوه. لو عايز الطيار الكلي فورورد المسروق يبقى لازم اديني جي اكس ام واجمعهم بدل واطلع زد فورورد كلها واعمل زي ما عملنا المره اللي فاتت. لكن طالما اكس ام مش مديهالي دي حاجه، تاني حاجه ملهاش اهميه ما طلبش الطيار الكلي، هو عايز الترك فقط. فالترك يبقى لازم تجيب ميجا فورورد وميجا باك. جبت ميجا فورورد جبت ميجا باك اطلعهم من بعض واقسمهم على رقم جهاز يطلع لك الترك. يبقى اخر خطوه التورك يساوي بيجا فورورد ناقص بيجا باكورد على اوميجا اس. اوميجا اس باي اس على 60 يطلع لي التورك 14 نيوتن كيلو. لو طلب منك هو ما كانش طلب، لكن لو طلب اوجد البرسنتج تورك ريدكشن، التورك قل بنسبه قد ايه؟ فهتقول الاصلي ناقص اللي هو البالانس يعني ناقص امبالانسد على البالانس. دايما بتنسب للاصل اللي كان موجود، فالاصل اللي كان موجود لو هي شغاله بالانس دي 37، لو هو السبلاي بقى امبالانس زي اللي احنا شايفينه ده التورك نزل الى نسبه بنسبه 61%، انخفض بنسبه 61%. اللي فاضل اللي هو 39 ماشي. فده خلط بين لفظين reduced to ولا reduced by. by انخفض by 61%، انخفض to يبقى 39%، اللي فاضل نزل الى 39%. لكن نزل حتى قد ايه؟ يبقى الفرق بين حتتين لفظين. يبقى لما يبقى عندك ده ده التورك بتاعنا الاصل بتاع البالانس بالانس والانبالانس بيبقى اقل. ده 37 او ده مش عارف كام مش مهم، 37 شويه ده 14 شويه. اما يقول لك reduced by ولا reduced to، هنا representative total reduction الانخفاض كنسبه مئويه انخفض 61%، يعني المسافه دي 61% من الاصل. لو الاصل 100% ده 100 ده نزل 61. لكن يبقى اللي فاض بقى كام؟ بقى 39 ماشي؟ كده يبقى احنا خلصنا شابتر 1. عندنا اتنين شابتر بعد كده هنكملهم ان شاء الله. شابتر 2 على التو فيز اندكشن موتور، ده هيبقى هو المفروض الاسبوع التاسع اونلاين، مش محتاجين مش مزنوقين قوي، فبالتالي احنا هنبدا على طول في المحاضره في الاسبوع العاشر. هناخد شابتر 2 وبعدين شابتر 6. عليهم
دور اختيارات فقط يعني اختيارات لما الفولت يزيد اللي يحصل الترك لما الترك يقل اللي يزيد يقدر يصغر يفضل زي ما هو اجابات كده مش عايز حسابات وبعدين هتلاقي يمكن ثلاث اربع مسائل كل مساله ثلاث مسائل كده.